دينا حايك هذه الوردة لإلي من وردة أحلى وردة بلبنان. ما عندك أحمر؟ في بدنا وردة حمراء شباب، وردة حمراء وردة حمراء اللي بتغار منك دايما. شكرا حبيبي كلك ذوق. هذا زمانك اليوم هيك أمضاء مين خبرينا؟ أمضاء رامي سلامون. حلو، في شيء جديد هلا عم تحضريه ست دينا؟ إيه أكيد عم بحضر أغنية جديدة إن شاء الله قريبة من هلا لجمعتين ثلاثة إن شاء الله. ان شاء الله بتسمعوها. دي نحن هلا بزمن الزلازل والهزات وجدار الصوت، بتخافي من هالقصص او لا؟ والله يعني شو بدي اقول لك، ما بعرف اذا اوقات بخاف اوقات لا، بعتقد نحن تعودنا شوي جيل الحرب بركي، بس لا اكيد بنخاف. بالنهايه عنا اولاد اخوات وعنا اهل ومنقول ما بعرف يعني ان شاء الله يمشي الحال ومثل ما الله بيريد ونخلص من هالاشياء كلها. من ندع على الخشب نقول صحيا صرت بتعقد. الحمد لله الحمد لله انا صحيا يا جماعه صرت كثير منيحه، ما بقى بيني شيء. ما بقى حدا يحكي هذه دينا. دينا بتتذكر هيك المشوار الفني الحلو، قدمتي لنا اغاني كثير حلوه، لما نرجع هيك نقول دينا حايك، نقول بعض الفنانين من نرجع من شم ريحه بيروت الحلوه، لبنان اللي بعده بالف خير، رح نرجع نسترجع هول الاغاني الحلوين بصوت دينا، يمكن ترجع تجدد هذا الارشيف الكبير لانه حرام يروح هيك. ان شاء الله اكيد اكيد، ليش لا، لبنان دائما بحاجه لنا ونضلنا قد ما نقدم بصوتنا اغاني وحفلات ومهرجانات بنضلنا مقصرين، واكيد ان شاء الله لازم اكيد ان شاء الله يا رب. دينا اخر سؤال، بعرف عنا حفله جوا، النمط الفني الاغاني العاطفيه ما بقى كثير عم نسمعها، صرنا حتى بالغنيه عم نشوف فيها حرب، عم نشوف فيها اسلحه، عم نشوف فيها اشياء مش هذا الشيء اللي بتشبهنا، تعليقك على هذا الشيء؟ في كثير بعض الفنانين عم بغنوا مش اللي احنا كنا بنسمعهم دائما بالزمان. لا بعد في اغاني رومانسيه وفي كثير فنانين عم بيعملوا اغاني حب، وفي كثير ناس عم بيعملوا اغاني لبيروت وعم بيغنوا عم بيعملوا اغاني للسلام، يعني لما يقولوا لك تعا بيروت وتعا لبنان، هيدي اغاني كلها سلام ومحبه وفرح للبنان. لا منهم بعضهم موجودين وان شاء الله حنضلنا مكملين.